لكن المخطط الاثيوبي استراتيجيا هو بيع الميه. وانا عايزه الفت هنا الخبر النظر لخبرين صغيرين كده يمكن يكونوا ما تشافوش في الاخبار، ان الاردن اشترت من اسرائيل ميه او تعاقدت على شراء مياه، وان في كلام حوالين بيع المياه للسعوديه عبر مواسير من البحر الاحمر بمسافه 400 كيلو متر. بيع مياه منين؟ من النيل، من نهر النيل الازرق. من اثيوبيا ولا من السودان؟ من اثيوبيا. من اثيوبيا، من اثيوبيا الى السعوديه. من اثيوبيا الى السعوديه. حلف الاريتري الاثيوبي. من اثيوبيا الى السعوديه. من اثيوبيا الى السعوديه. حلف الاريتري الاثيوبي. حلف الاريتري الاثيوبي. والاثيوبيين قالوا ببساطه ومن زمان ومن 2007 العرب صاروا من النفط ونحن نريد ان نصر من الماء. تقول أن إثيوبيا ستبيع المياه لدولة لإسرائيل بعد الانتهاء من بناء عملية السد. لماذا لا؟ كل شيء هو وارد.